مرحبا، انا محمد اورفلي من فتافيت. مثل ما بنعرف تحضير الاكل الطيب ما بيتطلب بس مهاره الشيف، وانما على المكونات الطازجه والنضره. احنا بالعاده بنحط المكونات بالثلاجه لفتره طويله، فممكن نخسر من طعمتها او من جودتها. باعتبار الثلاجات بتلعب دور كبير بهي المعادله، رح نشوف اليوم اذا كل الثلاجات لها نفس التاثير. هلا رح نحضر المهلبيه. اول شيء رح ناخذ عندي هون 1 لتر من الكريمه السائله، رح اضيف هون 120 جرام سكر، 35 جرام من الجيلاتين البودرة. المهلبية عم بعملها بطريقة مودرن غير الطريقة التقليدية بالنشا، فعم ضيف هون جيلاتين لحتى سميك المهلبية. من بعد ما غلت الكريمة داب عندي السكر والجيلاتين، فهلا رح نكه المهلبية تبعتي بشوية مية ورد ومية زهر. ريحة بتجنن. من بعد ما سكبناهم بالكبايات او صحون التقديم، شو رح نعمل؟ رح نخلي المهلبيه تبرد شوي درجه حراره الغرفه، بعدين نحطهم بالثلاجه. رح فرجيكم الفرق كيف رح تصير بعد كم يوم. هلا صارت المهلبيه جاهزه، ونشوف الفرق بين اول وحده الوش تبعها صار لونه اصفر ووشها مشقشق. مهلبيتي والوش تبعها ابيض وبعدها فريش وحيويه اكثر. رح اليوم نقدم المهلبيه بشويه بيريز او شويه توت بري وشويه فريز. رح ناخذ الفريز ونشوف ريحته. الله، ريحه الصيف، اللون الحلو كيفك مع الفريز الدبلان. فهذا هو الفرق بالفواكه تبعتنا، لانه محطوطه بثلاجه توين كولينج بلاس من سامسونج اللي مزوده بنسبه 70% من الرطوبه لحتى تحافظ لنا على الاكل تبعتنا فريش وعمره اطول لمرتين. رح نزين المهلبيه شوي بالبيريز، الفراوله او الفريز شكلهم رائعين. الحكم على المهلبيه معنا عبد الله. عبود، وينك يا عبود؟ انا سمعت انك بتحب المهلبيه صح؟ اه كويسه جدا. طب هلا رح تقول لي انت اي وحده احلى؟ دي. شيء احلى. طب شو رايك رح نبلش ندوق هاي وندوق هاي لحتى نعرف شو الفرق بيناتهم؟ جاهز؟ هاي فايف. هاي لك ولا لي؟ تفضل. بحس عتيقة شوي، خلينا نجرب المهلبية الثانية. شايف؟ في فرق صح؟ أكلة. هلا بنشوف شو الفرق بين المهلبيتين. بنشوف هالمهلبية اللون تبعها أحلى، الفواكه بعدهم فريش وتازة وطعمته ناقبة. هلا من بعد ما عرفنا إنه مش كل الثلاجات مثل بعضها وحتى أكلنا ما يفوت طيبته، بنصحكم تحصلوا على ثلاجة توين كولينج بلاس الجديدة من سامسونج.